رز بالمايونيز والجبنه. ازاي يعني؟ عندي هنا مثلا لو هنعمل طبعا لو عيله كبيره 3 كوبايات من الرز، لو لا ممكن نعمل 2 كوباية هيكفوا برضو عدد اصلا 5 افراد، لان زي ما تقول هو رز طعمه تقيل مش خفيف. فهنا مثلا انا جايبه رز، قولي كده 2 كوباية من الرز، هنحط عليهم 1 كوباية من الفلفل الالوان المقطعه مكعبات بالشكل ده، عليها 1 كوباية من الطماطم، حوالي 1/2 كوباية من الجبنه الرومي، وحوالي 1 كوباية من المايونيز. خلاص مقادير سهله، حبه زيت بس لسوى الرز وشويه ملح، اكتر من كده مفيش. والملح ما كتروش لان انا عندي جبنه رومي مبشوره. هجيب شويه زيت، هحط حوالي 2 كوباية من الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا ام احمد، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ام احمد؟ الله يخليك يا حبيبتي. عامله ايه؟ صراحه انا بحبك قوي وبتمنى يعني بقعد اتفرج عليكي كتير قوي طول الوقت. ربنا يخليكي يا حبيبتي. ازيك؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. ادعي لي بقى، انا عندي السكر والضغط، ادعي لي ان ربنا يشفيك. ربنا يشفيكي ويعافيكي يا رب ان شاء الله يا حبيبتي. ان شاء الله ربنا يشفيكي ويعافيكي. حاولي بس تمشي شويه. وما كنتش امشي، ما اعرفش، ما تشغلش ولا ما اعرفش، مش عارفه والله. لا بصي، هو المشي مهم قوي. المشي علاج ليكي ان شاء الله على خير. المشي طبعا مع ادويتك مع كل حاجه، بس المشي اساس، لازم تتمشي لازم. حطيت 2 كوباية رز، مفيش حاجه خالص غير 2 معلقة الزيت، وحطيت شويه ملح صغيرين عشان عندي الايه، عندي الجبنه الرومي. خلاص وهقفل عليها. و2 كوباية الميه، بسوي رز ابيض عادي خالص. تمام كده. عندي هنا بقى الجبنه الرومي والمايونيز، ده عند التقديم. الفلفل انا هاخد 2 كوباية مثلا من الفلفل، مقطع فلفل رومي اخضر او ملون اللي انت عايزاه، بس انا قلت ايه ملون كده هيدي شكل حلو في الطبق والوان كتير. والطماطم. منيره اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ الحمد لله، انا متابعتي من اول ما بدات على CBC. يا اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ اول مره اكلمك. ده انت نورتيني النهارده. اهلا وسهلا. الله يخليك. الله يكرمك. عايزاكي بعد ما اقفل تقولي لي طريقه البسبوسه. بسبوسه؟ حاضر عينيا. اه ماشي، حاضر عيني. اي سؤال تاني؟ شكرا جدا ليكي. بصي بقى، البسبوسه دي احنا بنعملها ازاي؟ بصي انا هنا قلت بس الفلفل الالوان مع الطماطم. ليه؟ هقول لك دلوقتي انا هعمل بيهم ايه. بس تستوي، يبدا الرز في السوا. ماشي. بصي انا عايزه اوريكم برضو معلومه في الرز مهمه، خصوصا لسه بادئ جديد يعني. انا طفيت على الرز هو بيغلي، تمام؟ بصوا كده وانا بقلب في ايه؟ لزقه تحت اهي. مش هكحت بقى، هعمل ايه؟ هروح واخده 2 معلقة ميه تاني واحطهم في الارضيه كده واغطي. البخار ده بقى هيخلي الرز اللي في الارضيه ده يفصل ويستوي معاهم عادي خالص بقى. ان هو اول ما انا استني، المفروض ان انا ايه اول ما يغلي اروح مقلبه وموطيه، فانا اتاخرت عليه شويه فغلي، فلا بدأ الطبقه الاولانيه تلزق من غير ما تشرب ميه، فلزقت في ارضيه الحله. انا بقى وانا بقلب ما كحتش بقى عشان اطلعها، لا 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 خالص، بقلب واسيبها زي ما هي لازقه زي ما هي عادي جدا، واديها 2 معلقة الميه دول واروح مغطيه. البخار بقى يبدا ان هو يسوي لي الايه حبه الرز دول كلهم، ويستوي كله مع بعض وان شاء الله مظبوط جدا، وهوريها لك دلوقتي. انا بص قرب يستوي معايا اهو، اروح منزله عليه الايه الطماطم مع الفلفل، ويكمل سوا. انا كده بس هسيب بس الرز يستوي بقى خلاص، يكمل السوا المظبوط. هو فاضل له 2 دقيقة بالظبط، وزي ما اتفقنا قبل كده ان انا بعد ما بيستوي الرز بقلبه كده واغطيه واشيله من على النار، ما بغرفوش اول ما بيستوي على طول، لا بسيبه يهدى حبه وبعدين اغرفه. دي خطوه مهمه جدا اساسيه. خلاص ده اللي انا هغرفه مثلا، ان انا هستعمله شويه جبنه رومي مبشوره، بس طبعا ما تكتريش ما يبقاش حادق قوي. والمايونيز عليها بالشكل ده، دي 1 كوباية مثلا على المقدار كله.
كتير، وانا بقول لك هي تقيله شويه بس هي دي الميزه اللي فيها. واقلب كده الرز مع البقينيز مع الجبنه الرومي مع الفلفل والطماطم، هو كده. بصوا كده اهو،